السلام عليكم. السلام. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا سبل الرشاد. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بالسلام يا غرامي.
صلاة لم تزل تتلى عليك كمطار النسيم تهدى إليك صلاة بالسلام المبين لنطق التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنطق العالمين يا أهل الجود والكرم
رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج قد فتياتي رد العالمين يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد للحامدين، الحمد للشاكرين، الحمد للصابرين، الحمد ليوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب المحبوب، شافع العلل ومفرج الكرب، ابن علام الغيوب، وعلى اله وصحبه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه دائمه بدوام ملك الله، وعلى اله وصحبه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ان نسالك الخير في هذه الليله وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليله وشر ما بعدها. اللهم ان نسالك من فجاءه الخير، ونعوذ بك من فجاءه الشر، فان العبد لا يعلمه ما يفجاه اذا اصبح واذا امسى. أمسينا وأمسى الملك لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أحينا بالإيمان، وأمسنا بالإيمان، واحشرنا بالإيمان، وأدخلنا بالإيمان، وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر أعيننا من الخيانة، وأنت تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعلنا من الشاكرين على نعمك والمثنين عليها، وأتمها علينا بجودك وأحسانك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا صلاتنا تامة، واغفر لنا ذنوبنا عامة، ولا تعذبنا إلى يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن كل وصف يباعدنا إلى محبتك ومشاهدتك ومعرفتك. اللهم افتح علينا فتح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين، وعون علينا بعوائلك الحسنى يا كريم. اللهم افتح علينا فتح العارفين كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين من الفتحات والعلوم والواردات والنفحات والتجليات والأرزاق والبركات دائما أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكلنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رؤية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، واحشرنا تحت لوائه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان، ثبت قلبنا على الإيمان، نرجو عفوك والغفران. اللهم اجعلنا من أتقاء من النيران يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ويسر لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، واجبر كسر قلوبنا، وأذهب هم وغم نفوسنا، واجمع لنا خير كله، واصرف عنا من شر كله. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذك مما استعاذك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم ادبر أنفسنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، إنك أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ما أقمتنا فيه بما يرضيك، وافتح لنا ما ينفعنا، وانفع لنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة التي تنور بها لنا القلوب، وتيسر بها لنا الأمور، وتشرح بها لنا الصدور، وتنور بها لنا القبور، وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جعلنا ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المغفورين، وجعلنا ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المرحومين، وجعلنا ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المرزوقين، وجعلنا ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ممن يستمعون القول فأحسنوا أحسنه، وجعلنا ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ممن استجبت دعاءهم وحققت رجاءهم، يا خير المسؤولين، يا غياس المستغيثين، أغثنا 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 يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم بارك لنا في هذه الساعة المباركة، اللهم بارك لنا في هذه الساعة المباركة، اللهم بارك لنا في هذه الساعة المباركة،
ونسألك اللهم فيه أن تكشف كربتنا وأن تغفر ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا جعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا، ربنا وتقبل دعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة، ووافقنا لاتباع سنة نبيك الكريم، واهدنا إلى صراطك المستقيم بفضلك وكرمك. وصلى الله عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Jadi selesailah tuan-tuan majlis pada malam ini, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, sebelum tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata ambillah oleh kamu dua penawar yang ada pada yang pertama Al-Quran dan yang kedua pada madu. Jadi makna dia benarlah sabdaan Nabi. Seorang lelaki mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, aku sakit perut. Nabi kata, makanlah madu. Dia makan mai jumpa Nabi, ya Rasulullah, tak lega. Kamu makanlah madu. Dia kata, ya Rasulullah, kali ketiga, maka Nabi kata, makanlah madu kerana Allah tidak pernah berbohong, tetapi yang berbohong itu adalah perut kamu. Jadi malam ni tuan-tuan, saya pernah nak balik Pulau Pinang malam ni. Jadi malam ni kita ada madu daripada Alham, iaitu Al-Huda Smart. Tuan-tuan pergi tengok di luar sana, berbetulan dengan pintu ni ada bus color biru. Ada tuan-tuan tengok di situ ada 5 jenis madu. Madu yang termahal di dunia, madu sidir yang terkenal di Yaman. Ada tuan-tuan, madu ni dia termahal dan orang kata hebat di dunia. Sebab kalau saya nak cerita panjang tuan-tuan, nak, kita pun nak semayang. Sebab apa? Takut lagi kita kata ada nasi, takut nasi sejuk. Ada. Jadi tuan-tuan pergi tengoklah sendiri, berbetulan dengan sini ada bus, tuan-tuan belilah. Sebab kereta saya pun dah nampak rendah sikit, jadi tuan-tuan bagi up sikit insyaAllah. Mudah-mudahan saya balik tu rasa ringan sikit. Jadi tuan-tuan, seterusnya saya rasa lahirkan rasa syukur kerana dapat bertemu dengan tuan-tuan dan perempuan pada malam ini. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini merupakan pertemuan rahmat. Begitu juga semua yang ada pada hari ini. Jadi segala kesilapan, segala orang kata cacat celah dan sebagainya, maka daripada pihak kami mohon maaf kepada tuan-tuan. Jadi yang inilah yang sekadar mampu. Yang penting tuan-tuan, hati kita, jiwa kita pada malam ini, kita mula dah ada satu perasaan yang begitu rindu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan, special saya bagi dekat tuan-tuan, siapa-siapa yang tak bawa duit saya bagi hutang malam ni special kat Surau Kota Warisan ni. Tetapi dengan satu syarat, tuan-tuan hutanglah dekat kawan-kawan yang bawa duit. Wallahu a'lam.